المباريات الاولى كان موفق، عمل 6 ولا 7 انتصارات متتاليه اللي خلاه ياخذ فارق كبير. اليوم بالنسبه لنا احنا مباراه نتاع تقليص الفارق في نفس الوقت الرجوع للمنافسه. ان شاء الله يا رب اليوم معناتها الاولاد حسب ما خدمنا جمعه كامله ان شاء الله حاضرين، وان شاء الله نعملوا مباراه جيده ان شاء الله. شوفوا ترجي هذه هجوم اليوم او توخاو شويه الدفاع، سورتو قوه هجوميه ضاربه يظهر. ديما ترجي رياضي ديما هجومي، فماش ديما ترجي في اي ماتش يلعب ديما هجومي، احنا ديما نلعبوا الهجوم، لكن ديما مع التوازن الدفاعي نتاعنا. نظن المباراه بصراحه مباراه كبيره، فيها باش ناخذوا احنا وقت كبير في اللعب، كيف النجم الساحلي باش يجيها وقت اللي هم فيهم في الملعب يكونوا هم اقوى، يلزمنا نستغلوا الوقت اللي فيه احنا اقوى باش نسجلوا، في نفس الوقت اذا كان الفريق المنافس اللي هو في وقت باهي في المباراه يلزمنا نعرفوا كيفاش نحدوا من الخطوره نتاعنا نتاعه هو، وان شاء الله في اخر المطاف يكون الانتصار حريفنا باش على الاقل نفرحوا الجماهير اللي جت اليوم ونرجعوا للمستوى نتاعنا ونرجعوا للربح المتتالي ان شاء الله. شكرا لك طارق، رجع لك الخط عبد الرحمن في انتظار استجواب من نجم الرياضي الساحلي. صحيح امير، كان نجم عبر الاعلاميه نشوفوا التشكيلات الخاصه بهذه المباراه بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، ومع عدم وجود المفاجات بالنسبه لتركيبه المدربين فوزي البنزرتي وخالد بن يحيى. البدايه بالنجم ايمن المثلوثي في حراسه المرمى، رامي البدوي لاعب الدولي للمنتخب الوطني التونسي، حمدي النجاز العائد للتشكيله الاساسيه، عمار جمل كذلك اليوم في محور الدفاع، غازي عبد الرزاق من الجهه اليسرى، يوسف المويبي كاحد ممهدين للاهداف، كذلك فرانك كوم في التشكيله، نضال سعيد متوسط ميدان دفاعي، هام في التشكيله، ايضا مروان تاج رقم 17، بقيه اللاعبين ايضا بغداد بونشاح وبالطبع قدور بن جلالي الثنائي الجزائري الناجح في تركيبه المدرب فوزي البنزرتي. الترجي التونسي تشكيله خالد بن يحيى، معز بن شريفيه في حراسه المرمى، اريسون افول جوكير الفريق، محمد علي يعقوبي اللي يرجع للتشكيله الاساسيه، بقيه اللاعبين العربي جابر ايضا في التركيبه، سيف الدين بن عكرمي من الجهه اليسرى، فوسيني كوليبالي متوسط ميدان، حسين الراقد والحوار من الجهه المقابله مع كوم الشعلالي كذلك احد امال الفريق، احمد العكيشي، جوزيف يانيك نجانج وحسان الحربوي طاقم تحكيم هذه المباراة، متكون من الحكم الصادق السلمي رمزي الحرش ومحمد طيب الكسابي، الثلاثي اللي كان أدار يوم الأحد الماضي مباراة النادي الإفريقي ونادي حمام الأنف، يعرفوا بعضهم برشا، خالد بن يحيى والمدرب فوزي البنزرتي. خالد بن يحيى نذكروا عبد الرحمن في آخر موسم كلاعب كان مع المدرب فوزي البنزرتي مباشرة أمير الزيتوني. شكرا لك عبد الرحمن. معنا طارق عبد العليم مدرب الحراس نجم الرياضي الساحلي. طارق، يظهر لي النجم في باركور باهي، قوة ضربة تو في البطولة ضد الترجي، يمكن هي شوية صعوبات، ممكن التحضير النفسي كان أهم من المرة هذيا من التكتيك وكل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا على حسب خبرة الواحد في الكرة التونسية دايما الماتشات الكبيرة ما بيبقاش ليها مقاييس على حالتك ايه انت قبل الماتش، دايما الماتش بيحددوا معايير تانية على حسب جاهزية اللعيبة في نفس اليوم. ان شاء الله النهارده يكون النجم في جاهز في احسن حالاته، وان شاء الله نشوف دايما مباراه في بدايتها يكون في الروح الرياضيه اول حاجه لازم تكون، وان شاء الله اللي يستحق يكسب النهارده ربنا يوفقه ويكون ليه المكسب. شكرا لك، شكرا لك طارق عبد العليم، نرجع لك الخط عبد الرحمن. صحيح، بتبع مباراة اللقاءات المشوقة، اللقاءات التقليدية، وبالنسبة للاحتياطيين من الجانبين أيمن بن أيوب، علي البريقي، المهدي سعادة، أيمن الطرابلسي، سفيان موسى، الأسعد الجزيري، زياد بوغطاس، بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي سامي هلال القادم من الملعب الجبسي، هبل مباركي، محمد بن منصور، أيضا شمس الدين الذوادي، إدريس المحيرسي، كذلك محمد علي بن حمودة وهيثم الجويني، ومباراة تدور تحت الشعار اللي أمامكم هام جدا، كنا أخوة كنا توانسة ليل الجهويات، أيضا الوحدة الوطنية، وبالطبع نجذب وكذلك نندد بكل النعرات الجهوية، هذا المهم
أمامكم اللافتة الخاصة بالجامعة التونسية لكرة القدم التي حرصت يوم الجمعة على ملاقاة رؤساء الأندية ووضع حد لهذا الدابر والنعرات الجهوية والترفع على كل هذه التجاوزات. إذن كنا أخوة، كنا تونس لا للجهويات وللوحدة الوطنية، خاصة وأن مؤسسة تلفزة التونسية تسوق صورة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تعطيو صورة باهية لكرة القدم التونسية. ودائما المؤسسة تلفزة التونسية بالطبع على بعد مسافة من كل الأندية وتلتزم الحيادية والحرفية لإيصال صورة كرة القدم التونسية في كل البلدان وكل القارات، خاصة اللقاءات التقليدية اللي تكون محل متابعة كبيرة، محل انتباه كبير، أيضا محل اهتمام كبير للجالية التونسية وعديد الأشقاء في كل البلدان وخاصة في أوروبا والخليج العربي. إذن مباراة تقليدية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، وبالطبع مهما كان الفريق ومهما كان الملعب، إذا أي جمهور يقترف معناه مثل هذه التجاوزات يجب بالطبع الوقوف بحزم والتصدي بحزم والعقوبات تكون صارمة، باعتبار أنه كرة قدم التونسية بحاجة إلى التآزر والوحدة وكذلك رفع من مستوى الرابطة المحترفة الأولى لخدمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي عنده التزامات خاصة بتصفية كأس أفريقيا المقبلة وهو قريب من التأهل إن شاء الله للكان. إذن الملعب الأولمبي برادس، لقاء النجم الرياضي الساحلي اللي هو في الطليعة يتقاسمها قبل هذا اللقاء مع النادي الأفريقي ب 22 نقطة والترجي ب 13 نقطة. النجم المنتصر في آخر جولة هدفين مقابل صفر بالنسبة للترجي متعادل في لقاء مثير، لقاء مشوق أمام الملعب التونسي 2-2. وكان أمامكم منذ قليل المدرب فوزي البنزرتي، مر عبر أبرز الأندية في تونس وتحصل على عديد الألقاب المحلية والقارية في المقابل. مدرب الترجي التونسي أحد أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم التونسية، كان تحصل على ثنائي 2005-2006 وقت كان مدرب الترجي آنذاك ذلك كأس تونس 1997، وكان كلاعب أيضا تحصل على لقب البطولة في آخر موسم ليه مع الترجي 93-94 وقت الزمن مع أول موسم للمدرب فوزي البنزرتي، اللي كذلك مع النجم تحصل على البطولة، تحصل على كأس الكاف، أيضا شرف التدريب التونسي وشرف المدربين التونسيين السنة الفارطة من خلال تواجده في نهائي كأس العالم للأندية معناها أيام قليلة بعد التدريب. فريق الرجاء البيضاوي بتبع خبرة قارية وإقليمية بالنسبة للمدرب فوزي البنزرتي، مع كذلك لاعب كبير في تاريخ كرة القدم التونسية ومدرب مر عبر عديد الأندية التونسية المدرب خالد بن يحيى. إذن لقاء منتظر، كل الممهدات للنجاح من خلال قراءة في تشكيلة الفريقين، من خلال أيضا الاختيارات للمدرب فوزي البنزرتي وإقحام كالعادة بغداد بونجاح المساندة، أيضا من يوسف المويهبي ومروان تاج، من جانب الترجي حسان الحربوي، جوزيف يانيك نجانك، وأيضا أحمد العكيشي كذلك اللاعب السابق في النجم الساحلي قبل الاحتراف في ألمانيا. سنتابع مباراة داخل المباراة بين وسط ميدان الفريقين، فرانكوم خاصة حوار مباشر مع حسين الراقد، كذلك حوار أفريقي بين الإيفواري فوسيني كوليبالي، والكرة الأولى لجوزيف يانيك نجان والتألق للحارس الممتاز الحارس المخضرم أيمن البلبولي، المرور مباشرة في صلب الموضوع من جانب الفريقين والتصويبة الأولى من جوزيف يانيك نجان، وعلى تألقه مع المنتخب الوطني التونسي أيضا يتصدى للكرة الأخيرة حارس النجم الرياضي الساحلي. إذن كرة أولى خطيرة
لفريق باب السويقة مقابل تألق أيمن المثلوثي في إبعاد الكرة. أريسن أفول في تنفيذ الركنية من جانب الترجي الرياضي التونسي، وكلاسيكو هام حتى للحكم الصدقة السالمي باعتبار قيمة الفريقين. الكرة في المحور والمخالفة للأسبقية لفريق الترجي الرياضي التونسي، وأريسون أفول على مستوى القائم الثاني. دائما المحاولات للترجي، غازي عبد الرزاق والتغطية كذلك من رامي البدوي اللي بعد الكرة من مناطق جزاء النجم الرياضي الساحلي مباشرة الحارس أيمن المثلوثي. ذن كرة أولى في هذه المباراة لصالح جوزيف يانيك نجانج اللي برشا انتقادات لقلب الهجوم للترجي الرياضي التونسي بعد موسم أول ناجح اقترن بمساهمته في فوز الفريق بكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. الاحتراف في سويسرا والعودة إلى الترجي، ونتابع المخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. وبغداد بونجاح لاعب هام ولاعب قوي وناجع في مناطق جزاء المنافس، واخر هدف كان سجله هنا في رادس كان في نهائي كأس تونس لكرة القدم نهائي جوان الماضي بحنكتو بحسن استغلاله لوضعيته الدقيقة في مناطق جزاء المنافس. نتابع المخالفة للنجم الرياضي الساحلي، كرة ثابتة لتشكيلة المدرب فوزي البنزرتي على مستوى القائم الأول، ووضعية سانحة للتسجيل. كانت كرة خطيرة على مستوى القائم الأول قدور بن جلالي، كذلك حمدي النجاز، والتغطية من دفاع الترجي الرياضي التونسي. من جديد أريسون أفول، ترجي بعد الكرة من مناطق الجزاء، وأحمد العكيشي محاولة في عكس الهجوم. جوزيف يانيك نجانج، جوزيف يانيك نجانج والبحث من جديد على أحمد العكيشي أو حسين الحرباوي، وثم لاعب البارومتر في وسط الميدان لاعب المحرار اللي كان مصاب فرانك كوم في التغطية في وسط الميدان. الترجي يسترجع الكرة، حسين الراقد مباشرة. المحاولات من الشعلالي جوزيف يانيك نجانج، جوزيف يانيك نجانج والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي. واضح مسعى الفريقين منذ دقائق الأولى البحث على دفاع ومرمى المنافس. شفنا كرة أولى من جوزيف يانيك نجانج، في المقابل كرة ثابتة والصعود لحمدي النجاز، والتغطية من جانب الترجي من محمد علي اليعقوبي. في الأثناء بعد ذلك كان هجوم للترجي وعدم تحكم جوزيف يانيك نجانج في الكرة الأخيرة. إذن الحلول الهجومية للنجم عبر مروان تاج، يوسف المويبي، قدور بن جلالي الجزائري، حسن الحرباوي، جوزيف يانيك نجانج، وأحمد العكيشي من جانب الترجي الرياضي التونسي، وعمار جمل مع الكامروني. إشارة من رمزي الحرش والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، مخالفة جانبية. تركيز هذه المرة على الجهة اليسرى لدفاع النجم عمار جمل لخبرته، أقحم المدرب فوزي البنزرتي منذ البداية في التشكيلة الأساسية بالأزياء البيضاء النجم الرياضي الساحلي. وأريسون أفول تجاوز مخالفات الإصابة، أريسون أفول متواجد اليوم في التشكيلة الأساسية. شاهدوا في حوارات داخل مناطق الجزاء تقريبا كل لاعبي النجم في مناطق الجزاء، كرة على مستوى القائم الأول والتغطية من رامي البدوي والتوزيع لجوزيف يانيك نجانج وأريسون أفول. دائما حاسم رامي البدوي أمام مرمى الحارس أيمن المثلوثي اللي حاول اقتناص الكرة والتوزيعة، ومن جديد الاختار في مناطق النجم الرياضي الساحلي ونضال سعيد
مباشرة اللاعب اللي حبذ المساحات، يحبذ الحوارات المباشرة قدور بن جيلاني، وأمامه مباشرة لاعب بدني بالأساس في التغطية حسين الراقد وأحمد العكيشي كجناح أيسر. أحمد العكيشي التوزيع لجوزيف ياني كنجار، وضعية تسلل ضد مهاجم الترجي الرياضي التونسي. إشارة من الحكم المساعد الأول رمزي الحرش، وضعية تسلل ضد الترجي الرياضي التونسي وضد حسين الحرباوي بعد هجوم من الجهة اليسرى وين موجود أحمد العكيشي، التمهيد من جوزيف يانيك نشانك، ووضعية تسلل معلنة على مهاجم الترجي الرياضي التونسي، إذن مخالفة. شوفوا حوارات داخل المباراة، العربي جابر كذلك بغداد بونجاح، باش نشاهدوا برشا وضعيات من هذه الشكلة مع الحوارات التكتيكية في هذه المباراة. ومن جديد بغداد بونجاح وسيف الدين بن عكرمي صاحب 7 أهداف إلى حد الآن في البطولة، وسيف بن عكرمي اللي يرجع إلى التشكيلة الأساسية، ووضعية التسلل المعلنة على حسين الحرباوي، والتوزيعة من أحمد العكيشي جوزيف يانيك نجانك، والتسلل ضد اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي ونادي حمام الأنف سيف الدين بن عكرمي. وضح المسعى مع قيمة المدربين على المستوى الرسم التكتيكي على مستوى الاختيارات. يمشي أحمد العكيشي للترجي الرياضي التونسي، أحمد العكيشي يختار التصويب، ومن جديد أيمن المثلوث. واضح مع التقدم في السن يكتسب أكثر خبرة وتألق كبير مع المنتخب الوطني التونسي، خاصة ضد المنتخب السنغالي ذهبا وإيابا. تألق أمام جيلوفوتشي نذكر، والتصويبة الرأسية اللي حولها إلى الركنية رامي البدوي، الكرة في وسط الميدان ومخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، والإشارة من الحكم صدق السالمي يوسف المويهبي، لاعب أيضا قوي في المساحات الضيقة بإمكانه التمهيد في وضعيات صعبة زي الخصال نتاع يوسف المويهبي. أحمد العكيشي مباراة تكتيكية بالأساس، شوفوا معناها المتابعة لتنقلات اللاعبين بالنسبة للاعبي الفريقين جوزيف يانيك نجانك رامي البدوي، ويترك الكرة لحارسه وقعد النجم الرياضي الساحلي أيمن المثلوثي فرانك كوم بعد تمهيد من غازي عبد الرزاق اللي دائما أساسي من الجهة اليسرى رغم المنافسة في دفاع النجم الرياضي الساحلي، وأكيد يتمشى مع خيارات المدرب فوزي البنزرتي. حسين الراقد أريسون أفول والشعلالي مباشرة حسيني كوليبالي وأحمد العكيشي، أحمد العكيشي يسعى للتمركز حسيني كوليبالي إلى حسين الحرباوي، والكرة في المحور ووضعية سريحة للتسجيل لأحمد العكيشي، كان تقريبا في وضعية ممتازة على مستوى القائم الثاني وكانت كرة في طبق وفوت الفرصة أحمد العكيشي. إعادة من جديد التوغل من حسين الحرباوي، التوزيعة الدقيقة ملحقش على الكرة عمار جمل، وكان المتابعة من غازي عبد الرزاق، وكان أيضا تفويت الفرصة لأحمد العكيشي على مستوى القائم الثاني. ثاني توغل من الجهة اليسرى لهجوم الترجي معناه من جهة حمدي النجاز وبغداد بونجاح، المحاولة من بغداد بونجاح. إذن مباختة التصويبة الأخيرة من بغداد بونجاح، وعلى أرضية الميدان متوسط ميدان الترجي حسين الراقد اللي بتبع كيما رامي البدوي كيما أيمن البلبولي وهيثم الجويني التربص غدا مع المنتخب الوطني التونسي والتزاماته إن شاء الله التحول إلى كابورون للعودة بنقطة التأهل للكان. نضال سعيد بغداد بنجاح
بغداد منجاح البحث على الحلول عبر الأروقة والكرة في دفاع الترجي الرياضي التونسي، والبحث على التوغلات عبر الجهة اليسرى اللي هي فعلة حاليا من جانب الترجي الرياضي التونسي رامي البدوي. مباشرة الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا النشاط من جانب حسان الحربوي من الجهة اليسرى، واضح الاعتماد على الأروقة من جانب المدرب خالد بن يحيى. التوزيع لجوزيف يانيك نجانغ، ومن جديد أيمن المثلوثي في المكان المناسب. قلت تركيز الترجي كما تتابعون على الجهة اليسرى في الهجمات، في المقابل النجم يلعب على تمركز بغداد بونجاح والمساندة من مروان تاج وقدر بن جيلاني ويوسف المويهبي. ها هو الحوار، أريسون أفون ويوسف المويهبي، غازي عبد الرزاق كذلك من الوضعيات الممتازة وقت يكون بيخلق التفوق العددي من الجهة اليسرى. بطبع هذه واضح التعليمات من المدرب فوزي البنزرتي. الكرة لعمار جمل في حوار مع جوزيف يانيك نجانك، والرجوع للمخالفة واضح. الحكم صادق السامي يرجع للمخالفة للمدافع النجم الرياضي الساحلي، ويبعد الكرة فوسيني كوليبالي، لكن ثم قبلها مخالفة لفريق جوهرة الساحل اللي حقق انتصارات خارج الميدان، وفريق يكون في المركز الأول أكيد يحقق انتصارات خارج الميدان باعتبار أن المراهنة على البطولة تمر عبر الانتصارات خارج الميدان. وكان أيضا فاز في لقاء كلاسيكو وتعادل كذلك مع النادي الرياضي الصفاقسي، والترجي كان تعادل في ديربي يوم الجمعة الماضي هدفين مقابل هدفين. بتبع غياب لفترة طويلة لمتوسط الميدان وصنع الألعاب وسام الدراجي. واليوم كما تابعتم أنه محور الدفاع متكون من العربي جابر وكذلك اللاعب الدولي للمنتخب الوطني التونسي محمد علي اليعقوبي اللي أساسي في تركيبة المدرب جورج ليكانس البلجيكي. من جديد العربي جابر اللي كانت عنده تجربة مع النادي الرياضي البنزرتي، ورجع للترجي جوزيف يانيك نجانك. والتماس للترجي الرياضي التونسي ذكر بالنسبة للموسم الفارط أكيد لأحباء الفريقين لمتتبعي الرابطة المحترفة الأولى، التعادل في لقاء مشوق هدفين مقابل هدفين بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كان الأسبقية للنجم بخصوص أهداف، أحد الهدفين علي البريكي احتياطي اليوم حسب متطلبات المباراة. شوفوا قدور بن جلالي، قدور بن جلالي كجناح أيسر، يوسف المويهبي عملية ثنائية ويبعد الكرة فوسيني كوليبالي. شفنا مسعى نجم المرور هذه المرة عبر الكرات القصيرة والوصول لمحور دفاع الترجي الرياضي التونسي، والمشاركة من الظهير الأيسر غازي عبد الرزاق، أيضا يوسف المويهبي وقدور بن جلالي. من جديد بغداد بونجاح، بغداد بونجاح أمام حسين الراقد الدولي الجزائري اللي باش يكون في الموعد في تحضيرات المنتخب الجزائري لبقية التزاماته في كأس وتصفية كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. أو مروان تاج يحاول مد يد المساعدة والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، وكذلك يمشي له مباشرة محمد علي اليعقوبي. اختيارات اليوم شمس الدين الذواتي على بنك الاحتياط ومحمد علي اليعقوبي أساسي في التشكيلة. مروان تاج اللي اندمج في تركيبة النجم منذ الموسم الفارط مع المدرب المحنك الفرنسي روجي لومير، وأيضا مع نجم كان فاز بكأس تونس لكرة القدم جوزيف يانيك نجانك. نضال الصعيد اللاعب السابق الاتحاد الرياضي المناسيري
حسين الراقدي بعد الكره مباشره لعمار شمال ثم فرانك كوم وابعاد الكره من غازي عبد الرزاق. شوفوا عمار جمال يمشي مباشرة لجوزيف يانيك نجانك يرجع لمحور الدفاع يكون من جهة غازي عبد الرزاق، ونفس الوضعية مع بغداد بوجيه في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. أريسون أفول يسعى لفتح المساحات من الجهة اليمنى، لكن النجم بالمرصاد حاليا في بريس عالي لاسترجاع الكرة عبر الكاميروني فرانك كوم. بغداد بونجاح ثم حسين الراقد هفوة فرانك كوم أيضا قدور بن جلالي، لكن أريسون أفول من جديد النجم الرياضي الساحلي فاسترجاع الكرة بعد كرة خاطئة في وسط الميدان. وحمدي النجاز في محاولة لخلق التفوق العددي من الجهة اليمنى والترجي يسترجع الكرة. حوارات وسط الميدان باش تكون حاسمة وستحدد النتيجة النهائية باعتبار قيمة اللاعبين الموجودين، سواء كذلك لاعبين دولين توانسة ولا أفارقة. أريسون أفور شوفوا يوسف المويهبي غازي عبد الرزاق قدور بن جلالي نضال سعيد، معناها الانضباط التكتيكي يوسف المويهبي يرجع مع أريسون أفول وأيضا يعاون الظهير الأيسر. واضح التعليمات باعتبار المواهب الفردية والإمكانيات حتى لمدافعي الفريقين، والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، النجم الساحلي والتماس. دقيقة 18 بالنسبة للشوط الأول، دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين. نذكر بالنسبة للنجم أحسن خط دفاع حاليا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لاعبين يعرفوا بعضهم، وقلت آخر مباراة بين الفريقين صفر مقابل صفر في الملعب الأولمبي بسوسة كان ذلك في شهر فيفري الماضي. محاولة في التصويب من قدر بالجيري بغداد بونجاح في منطقة جزاء الترجي الرياضي التونسي، وابعاد الكرة بصعوبة ثم فرانك كوم. والهجوم يبقى للنجم غازي عبد الرزاق على مستوى المحور، ثم المحاولة والتألق من جديد من جانب حارس الترجي الرياضي التونسي، والمساهمة من مروان تريش في الهجومات الأخيرة. قلت خطير هذه المرة النجم إلقاء المساحات في مناطق الترجي الرياضي التونسي عبر التوسيعات الجانبية اللي تخلق الخطر، خاصة من الجهة اليسرى من موجود غازي عبد الرزاق، وفرصة إلى حد الآن لصالح النجم الرياضي الساحلي. وقبلها مع انطلاق المباراة جوزيف يانيك نجانك التألق لحارس النجم الرياضي الساحلي. واضح تروا برشا حسابات في وسط الميدان مع تقدم الشوط الأول، وهذا منطقي في لقاء قمة بين الفريقين في الأثناء. حمدي النجاز التوزيع، ودائما الكرة لصالح النجم الساحلي وقدور بن جلالي. قدور بن جلالي، قدور بن جلالي، وضعية أخرى للنجم الرياضي الساحلي بغداد بنجاح، وبعد الكرة بصعوبة وكذلك نضال السعيد. حمدي النجاز والكرة جانبية، إصرار هذه المرة من جانب النجم الرياضي الساحلي والتواجد في مناطق الترجي التونسي. انتهت المحاولة بتصويبة جانبية من الظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي. الاختر جاء من الجهة اليسرى، وانتهت المحاولة بتصويبة من الظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي، والاختر ينتقل لمناطق الترجي الرياضي التونسي. إذن مخالفة إشارة الصدق السامي عمار جمل، واضح أنه بقى فترة طويلة ما لعبش، كذلك بعد تجربة في فرنسا ثم
كان في النادي الافريقي وشاء ايضا في تجربه في المملكه العربيه السعوديه واختار العوده للنجم الرياضي الساحلي. واضح انه يسعى من خلال عودته للنجم كذلك لما لا العوده لتشكيله المدرب جورج ليكاس. كان حاضر في اللقاءات الوديه في شهر ماي الماضي كذلك شهر جوان مروان تاج. هاو التوزيعات المحافظه لبغداد بونجاح والكره لصالح الترجي الرياضي التونسي. اشاره من الحكم الصادق السالمي حسين الراقد احمد العكاشي تبقى الكره للترجي الرياضي التونسي والتماس للترجي. كما يقال برشا حوارات تكتيكيه لكن واضح انه يسعى كل فريق لاحداث الفارق عبر نقاط قوه الفريقين. شفنا النجم مع التركيز على الجهه اليسرى للهجوم والموجود غازي عبد الرزاق كذلك قدور بن جلالي يصنع الاخطر وجوزيف يانيك نجانغ وفرانك كوم والتغطيه الدفاعيه يبعد الكره ذا الصعيد وترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. المرور عبر الأرقة هذا مريض بالنسبة لحلول الفريقين لإيجاد الأخطر أمام محور الدفاع. حمدي النقاز دائما مروان تاج إلى قدور بن جلالي إلى فرانك كيوم نضال الصعيد من جديد فرانك كوم رعاد للتشكيلة. ينجم يكون لاعب ارتيكيز أو رولي بغداد بونجاح لكن ما تنجحش العملية الأخيرة. هذه المرة عمار جمل وكذلك جوزيف يانيك جان والإنذار كما إنذار لمدافع المحوري للنجم الرياضي الساحلي. إنذار لعمار جمل والحوار الأخير مع قلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. اذا انذار اول من جانب الحكم الصادق السلمي. نذكر بالنسبه لاحسن هدف الترجي مش موجود بسبب الاصابه اسامه الدراجي. بالنسبه للنجم بغداد بونجاح هدف الموسم الماضي وكذلك الهدف الحالي بعد الكره من مروان تاج. بغداد بونجاح والمخالف واضح سيف الدين بن عكرمي يرتكب المخالفه على قلب هجوم النجم الرياضي الساحلي. شوفوا سيف الدين بن عكرمي والهفوه واضحه على قلب هجوم النجم الرياضي الساحلي. عمار الجمل الى فرانك كوم اكثر دور دفاعي بالنسبه لمتوسط الميدان النجم الرياضي الساحلي. كره خاطئه من عمار الجمل لشكل محور اليوم مع رامي البدوي. اريسون افول حمد علي اليعقوبي ايضا عاش عديد وضعيات الكلاسيكو في اخر لقاء جمعوا بالنجم على الافريقي كان سجل هدف في الملعب الاولمبي بالمنزه. جوزيف يانيك نجان والحارس ايمن المثلوثي. لما يكون حارس في قيمه ايمن المثلوثي سير الدفاع ايضا يسدي التوصيات وتبع اضافه كبيره في المقابل. حارس المستقبل معز بن شريفية وتنافس الشريف لمكان كأساسي في تركيبة المنتخب التونسي لكرة القدم منذ سنوات يعرف بعضهم أحمد العكيشي. المرور عبر جوزيف يانيك جانغ والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد حوار بين حمدي النقاز وجوزيف يانيك جانغ. شوفوا الكرة الأخيرة وستة أمتار إشارة من الحكم الصادق السلمي نيانغ اللي كان سجل أول هدف لي في مشواره مع الترجي هنا في رادس في مقابلة في كأس أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الأهلي المصري كان ذلك في جويليا 2011. في الأثناء قدور بن جلالي نشيط بغداد بونجاح ثم قدور بن جلالي
والعربي جابر، والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي. وشفت مخالفة من جانب مدافع الترجي الرياضي التونسي، واضح ثم مخالفة ورفع رجل بالنسبة للعربي جابر، واضح وكانت إشارة من الحكم المساعد الثاني محمد الطيب الكسابي. مروان تاج بعد الملعب التونسي، النجم الرياضي الساحلي يلعب متقدم من الجهة اليمنى لوسط الميدان، كذلك يتأقلم مع مواقع في الدفاع. بدور بن جلالي، كذلك مروان تاج، وننتظر في تنفيذ المخالفة لتشكيلة المدرب فوزي البنزرتي. يعرف وأكد للاعبي قيمة الرهان بداية الأسبوع، نفس الوضعية والتركيز الكامل على التدريبات من جانب الترجي التونسي اللي خسر برشا نقاط مع انطلاق الموسم، والنجم اللي حقق انطلاقة ممتازة مع فوزي البنزرتي اللي خذل الفريق منذ لقاء الأهلي المصري وبعد المدرب دراغان. وحاليا وضعية تسلل معلنة على هجوم الترجي الرياضي التونسي. شوفوا أحمد العكيشي والكرة باش ترجع لصالح النجم الساحلي من إشارة من رمزي الحرش بوضعية تسلل على الخط الأمامي للترجي الرياضي التونسي. لأن رمي البدوي كرة طويلة بغداد بنجاح، دائما السعي لإيجاد الحلول في منطقة جزاء الترجي، لكن التوسيعة إلى يوسف المويهبي. شوفوا يوسف المويهبي، واضح حوار داخل المباراة مع أريسون أفول. أنا بالنسبة لي ما يسموش يخلي أريسون أفول يساعد الخط الأمامي، بيحاول إحداث وضعية هجومية من الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الساحلي. في الأثناء حمدي النجاز وكذلك حسان الحربامي، وبعض المحاولات لاختراق دفاع النجم من الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي التونسي. فرانك كوم يسترجع الكرة، يوسف المويهبي حسين الراقد، أريسون أفول، محمد علي يعقوبي، ثم العربي جابر إلى فوسيني كوليبالي اللاعب السابق للاتحاد الرياضي المنستيري. وكم قلت روسي في مباراة مدرجة للمنتخب الكاميروني في تصفية كأس أفريقيا للأمم المتقاعدة لفترة على اللقاءات الرسمية. سيف الدين بن عكرمي أمام حمدي النجاز، الأولوية لهجوم النجم الرياضي الساحلي والصعود لحمدي النجاز والبحث على المساحات وطلب الكرة من بغداد بنجاح، و ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. واضح يزم الروح الرياضية وتخرج الكرة باعتبار إصابة أحد لاعبي النجم الرياضي الساحلي. واضح ما يزمش معناها يخرج اللقاء من إطاره، واضح يجب اتخاذ الإجراءات والتدابير بالطبع الزايدة، خاطر بتبع معناها أصيب حمدي النجاز، وثم التدخل من العربي جابر، وواضح أنه يزم إخراج الكرة. وشوفوا التدخل بالنسبة للعربي جابر، والكرة واضح أنه هناك تدخل على حمدي النجاز والإصابة لمدافع النجم الرياضي الساحلي، والحكم يكون حازم بالنسبة لمنع كل ما يخرج المباراة من إطارها وتدخل، معناها يكون أيضا أمام كل المخالفات ويقر بوجود المخالفات ويعطي كل ذي حق حقه للسير الطبيعي لمباراة القمة بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. وواضح أنه لاعبين لازم يعطيو المثال على الميدان، قلت معناها تسويق البطولة التونسية يجب أيضا لاعبين معناها يكونوا في المستوى الفني الكبير، وكذلك يعطيو المثال على مستوى الروح الرياضية، يكون مثال يحتذى به بالنسبة
للمشاهدين اللي تابعوا في المباراة خارج حدود الوطن، وكان التدخل في الحقيقة من جانب العربي جابر على قدر على اللاعب الحمدي النجاز اللي أصيب بعد الحوار الأخير مع مدافع الترجي الرياضي التونسي. كانت معناها منطقيا ثم تدخل على مدافع النجم الرياضي الساحلي، واضح أنه النرفزة والمطالبة بمخالفة من جانب لاعبي النجم بعد تدخل العربي جابر، والكرة باش ترجع، واضح أنه خرجها حسين الراقد باش ترجع بكرة من جانب النجم للترجي الرياضي التونسي. إذن بعد قليل يستأنف اللعب. شوفوا الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، وواضح يلزم اللاعبين يعطيوا المثال على الميدان، وكذلك الحكم في كل التدخلات يعطي كل ذي حق حقه للسير العادي للقاء النجم والترجي كوكبة، وكذلك عديد اللاعبين ومجموعة كبيرة من اللاعبين الممتازين في تشكيلة الفريقين ومطالبين بصنع الفرجة وامتاع الجماهير وكل متتبعي كرة القدم التونسية. يوسف المويبي اللي يمشي إلى الجهة اليمنى ويسعى النجم هذه المرة لإيجاد الحلول بعد صعود حمدي النجاز اللي حاول تجاوز العربي جابر التماس للنجم الرياضي الساحلي. بغداد بنجاح، بغداد بنجاح، والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. إذن ربع ساعة الأخير بالنسبة للشوط الأول بعد محاولات أولى في الربع ساعة الأول. أكثر لعب معناها حصل في وسط الميدان، برشا كرات خاطئة من الجانبين، وتركيز معناها بنفس الطريقة على اللعب عبر الأجنحة، البحث على نشانغ من جانب الترجي وأحمد العكيشي في المقابل البحث على بغداد بنجاح. المخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، المخالفة لصالح الترجي. شوفوا الحوار الأخير بين يوسف المويبي والمخالفة، مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان. محمد علي اليعقوبي من جديد الكرة في دفاع الترجي، البحث على أحمد العكيشي، غازي عبد الرزاق، حسين الراقد، أحمد العكيشي وغازي عبد الرزاق. يرجع النجم الساحلي ويستحوذ على الكرة عبر فرانك كوم، فرانك كوم عمار جبل في المساندة لغازي عبد الرزاق، ثم حسين الراقد، يوسف المويبي، يوسف المويبي ينتظر الحلول، غازي عبد الرزاق، ايضا مروان تاج من الجهه اليسرى، كره لصالح النجم الساحلي وغازي عبد الرزاق والكره الركنيه. شوفوا العمل هذه المره من الجهه اليسرى، مروان تاج وغازي عبد الرزاق، واثمر الصعود الاخير لظهير النجم الساحلي على الركنية. واضح قلت النجم وقت يحتاج لأكثر عدد من اللاعبين في الحلول الهجومية دائما المرور عبر الأروقة، ثم التصويبة الأخيرة وأريسون أفول ومروان تاج، ثم غازي عبد الرزاق ترك اللعب من جانب الحكم، لكن إصابة، كان تدخل أخير وإن شاء الله لاباس بالنسبة لمروان تاج. شوفوا الحوار الأخير في مناطق الترجي الرياضي التونسي واصطدام، وبالطبع واضح في كرة القدم مثل هذه الاصطدامات تكون موجودة، وإن شاء الله لاباس لحسن الحرباوي، كذلك متوسط الميدان مروان تاج.
تشوفوا حسين الحربوي ومروان تاج وال تدخلات واضحة مع قيمة الرهان والاندفاع البدني. الحكم ترك أسبقية اللعب ثم رجع إلى مروان تاج وحسين الحرباوي، وبتبع سلامة اللاعبين في مثل هذه الوضعيات وتأمين سلامة اللاعبين من جانب الحكم الصادق السالمي اللي أدار كما ذكرت الأسبوع الماضي مباراة نادي حمام المنف والنادي الإفريقي في الملعب الأولمبي بالمنزه، وهدف مقابل صفر للنادي الإفريقي. وبتبع ترجي يسعى لاسترجاع النقاط اللي خسرها، والنجم الرياضي الساحلي يسعى للمحافظة على الطلعة في حواره مع النادي الإفريقي اللي يلعب حاليا في القيروان مخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. واضح المخالفة والإشارة من الحكم الصادق السالمي العربي جابر ارتكب المخالفة على بغداد بونجاح. حسب رأيي الكرة الثابتة تكون حاسمة اليوم في مباراة الفريقين باعتبار المدافعين وكذلك متوسطي ميدان ومهاجمي الفريقين نجموا يحثوا الفارق عبر التصويبات الرأسية وكذلك التواجد في مناطق جزاء المنافس. من جديد جوزيف يانيك جانك أمام فرانك كام في حوار كاميروني والأسبقية لمتوسط ميدان النجم. قدور بن جيلالي يرجع لفرانكو مع الدفاع بأكثر من لاعب في وسط الميدان من جانب الترجي الرياضي التونسي. ثم فرانك كوم عمار الجمل حارس أيمن المثلوثي. عمار الجمل البحث عن الرولونس من جانب دفاع النجم الساحلي مع تواجد نشانغ و حسين الحربيوي في البريسينغ اعتماد التوزيعات العالية من دفاع النجم الرياضي الساحلي. الكرة ترجع لرامي البدوي، رامي البدوي وغازي عبد الرزاق وبتابع فرانك كوم وتدارك الهفوة من جانب رامي البدوي في كرة أولى للمنافس ثم المخالفة اللي تحصل عليها فرانك كوم. شوفوا فرانك كوم مع فوسيني كوليبالي حوار إيفواري كاميروني كما حوار المنتخبين في تصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم. بغداد بنجاح يوسف المويبي، يوسف المويبي والحارس معز مشرفية، فرصة كبيرة لا تعوض ربما للنجم الساحلي، فرصة أحداث الفارق للنجم مع تواجد مروان تاج وكذلك التصويبة الأولى من جانب يوسف المويهبي في وضعية سانحة للتسجيل لفريق جوهرة الساحل لأحداث الفارق بعد تصويبة كانت مباغتة وقوية من يوسف المويهبي ثم التواجد أمام مرمى الحارس معز بن شريفية وتفويت الفرصة لأحداث الفارق لتشكيلة المدرب فوزي البنزرتي. وأتت العملية بعد تصويبة دقيقة مباغتة من يوسف المويهبي قلت احد اللاعبين الهابين حاليا في الرابطه المحترفه الاولى وكذلك في تركيبه النجم الرياضي الساحلي. والمخالفه الجانبيه لفوسيني كوليبالي ضد رامي البدوي المدافع المحوري للنجم الرياضي الساحلي. قلت في غياب الحلول في مناطق الجزاء الاخطر أتى من تصويبة دقيقة من يوسف المويهبي ولاعب النجم يفوت فرصة كبيرة لأحداث الفارق تقريبا أمام شباك خالية باعتبار أنه معز بن شريفية رجع الكرة وإمكانية التسجيل للنجم. وبتابع فرانك كوم جوزيف يانيك نجانغ واضح مروان تاج الحوارات. الحكم يجب ينتبه لكل الحوارات في مناطق الجزاء ومتابعة للمخالفة الجانبية للترجي الرياضي التونسي طول قامة رامي البدوي تخليه يرجع الكرة الأخيرة ويتفادى
وضعية الكرة الثابتة، وهو يصبح هجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي عبر بدور بن جلالي، وعدم استغلال هذه الوضعية وأحمد العكيشي في وضعية تسلل. وضعية تسلل بالنسبة لأحمد العكيشي، إشارة من الحكم المساعد الأول، ثم وضعية تسلل معلنة على الصعود الأخير لأحمد العكيشي من الجهة اليسرى. إذن الهجوم الأخير بالطبع إشارة بوضعية تسلل من الحكم المساعد الأول رمزي الحرش، والإجابة بالنسبة للنجم لإصرار الترجي للمرور عبر الأجنحة بدفاع متقدم وإيقاع المنافس في وضعية التسلل. مروان تاج ثم بغداد بولجاح، والتدخل من محمد علي اليعقوبي اللي يعرف خطورة بغداد بولجاح ويمشي له مباشرة. لاعب مناطق 18 متر بغداد بولجاح، غازي عبد الرزاق، مروان تاج، يوسف المويهبي. المرور من الجهة اليمنى وين موجود حمدي النكاز، ومحاولة بناء هجوم جديد للنجم الرياضي الساحلي. نزال سعيد، غازي عبد الرزاق، تبقى الكرة للنجم الرياضي الساحلي مروان تاج. مروان تاج الغازي عبد الرزاق، والمدافع المحوري للترجي الرياضي التونسي في التغطية الأخيرة واللي اختاروا اليوم المدرب خالد بن يحيى كأساسي، مع العربي جابر ونبقى على شمس الدين الزوادي على بنك الاحتياط. شوفوا المحاولة والتصويبة القوية بالنسبة ليوسف المويهبي، ثم من جديد التدخل من معاذ بن شريفية، وفرصة كبيرة لصالح النجم الرياضي الساحلي. شوفوا مرتين الحارس معاذ بن شريفية يتفادى كرة يوسف المويهبي وبغداد بنجاح ومروان تاج. وضعية سانحة لتسجيل هدف، معناها كانت وضعية سانحة لإحداث الفارق لتشكيلة المدرب فوزي البنزرتي. من اختر من خارج مناطق الجزاء بالتحديد من يوسف المويهبي، أيضا معاذ بن شريفية في الوضعية الأخيرة لو كانت الكرة في المرمى صعب، ولكن تصويبة عالية في غياب الحلول في مناطق الجزاء. تأتي أيضا حلول عبر التصويبات من خارج مناطق الجزاء. أحمد العكيشي اللي كان هداف في النجم الرياضي الساحلي موسم كبير 2010-2011 مع المدرب المنذر الكبير، وتجربة ألمانية، وإعادة من جديد للكرة الأخيرة. معاذ بن شريفية، مارتين يتألق، ثم مروان تاج. واضح الأسف بالنسبة لبغداد بونجاح، يعرف قيمة تسجيل الأهداف واستغلال الوضعيات في لقاء كلاسيكو يجمع الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ونذكره كما قلت 2010-2011 فرق تراهنوا على لقب البطولة، كذلك لعبوا مع بعضهم نهائي كأس تونس لكرة القدم. والموسم الفارط تقاسموا الألقاب، الترجي البطولة والنجم كأس تونس لكرة القدم، في لقاء أكيد تابعتموه كان مثير في النهائي أمام النادي الرياضي الصفاقسي. أيضا هيثم جويني يقوم بالحركات التسخينية، أكيد يقرأ حساب لربما إصابة أحمد العكيشي. المدرب خالد بن يحيى في أكيد امتحان تكتيكي اليوم مع المدرب فوزي البنزرتي، مدرب النجم خاصة سابقا النادي الأفريقي والترجي الرياضي التونسي، وأحلى بتابع فترة المدرب مع النجم والترجي والأفريقي وحتى تألقات على المستوى القاري. أيضا درب المنتخب التونسي لكرة القدم. أحمد العكيشي يرجع إلى الميدان ويدخل مناطق الجزاء، وكرة مباشرة إلى الرامي البدوي إلى حدران، يرجع في برشا كرات عرضية المدافع المحوري للنجم الرياضي الساحلي. شوفوا الكرات الأخيرة والمحاولة
المحاولة ممتازة دائما من هذا اللاعب اللي سجل أهداف مع الترجي ونادي الرياضي البنزرتي حسان الحربوي يختار التصويب. شوفوا المحاولة من حسان الحربوي بداخل الرجل اليمنى حاول المباغتة. تعيش الوقت البديل للشوط الأول وتعادل مشاهدينا 0-0 بين النجم والترجي التونسي، وهي آخر نتيجة في لقاءات الفريقين كان ذلك في الملعب الأولمبي بسوسة، لكن آخر نتيجة في رادس 4 أهداف كاملة قسمها زوز فرق. الشوط الأول النجم الساحلي أسبقية بهدفين، وترجي سجل هدفين في الشوط الثاني كذلك في سبتمبر 2013 بغداد بنجاح وأحمد العكيشي بالطبع من أبرز اللاعبين ذاك. بالنسبة للفريقين كرة في وسط الميدان والمتابعة من فرانك كوم ويوسف المويهبي، ولا وجود لمخالفة حسين الراقد يطول الكرة الأخيرة على جوزيف يانيك نجانك، وعمار جمل يسبق مهاجم الترجي كذلك الجناح حسان الحربوي. أريسون أفول فمش تماس، ثم نهاية الشوط الأول بالتعادل 0-0 بين النجم والترجي في حوار تكتيكي بالأساس هنا في الملعب الأولمبي برادس. الفرص موجودة ما ينقصها كان التسييم، وأكيد معطيات أخرى في الشوط الثاني حسب توصية المدربين فوزي البنزرتي وخالد بن يحيى. ونعود إلى استوديوهاتنا المركزية قبل انطلاق الشوط الثاني. والنجم الرياضي الساحلي لكن دون التوصل للتهديف من جانب مهاجمي الفريقين. تذكير لكل ما التحق بنا على الوطنية بتشكيلة النجم وكذلك الترجي الرياضي التونسي: أيمن المثلوثي، حمدي النجاز، غازي عبد الرزاق، رامي البدوي. هاو بعض الفرص الخاصة بالفترة الأولى. جانجي صوب وفي الموعد كذلك الحارس أيمن المثلوثي. ثم وضعية تسلل على حسان الحربوي، كرة أخرى لأحمد العكيشي على مستوى القائم الثاني. في المقابل النجم الرياضي الساحلي حاول الاعتماد على التصويبات بعيد من مناطق الجزاء، وأبرز فرصة ليوسف المويهبي صوب. ثم كذلك بغداد بنجاح يرجع الكرة معز بن شريفية، ومروان تاج أمام شباك خالية يفوت الفرصة. بقية لاعبي النجم قلت رامي البدوي، نضال الصعيد، عمار الجمل، فرانكوم، قدور بن جلالي، يوسف المويهبي، مروان تاج، وبغداد بنجاح. الترجي الرياضي التونسي: معز بن شريفية، أريسون أفول، سيف الدين بن عكرمي، محمد علي اليعقوبي، العربي جابر، حسين الراقد، حسيني كوليبالي، غيلان الشعلالي، حسين الحربوي، أحمد العكيشي، ونجانك الكامروني. الحكم الرئيسي الصادق السلمي، الحكم المساعد الأول رمزي الحرش، ومحمد الطيب الكسابي هو الحكم المساعد الثاني. الحكم الرابع خالد الجيزاني، ويراقب هذه المباراة علي الجربي. تابعتم معنا الهايلايتس الخاصة بأبرز ما جد خلال الشوط الأول، ونذكر بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي أنه أكثر وقت يسجل فيه الأهداف حسب الرسم البياني للقاءاته إلى حدود الجولة 9 بين دقيقة 75 ودقيقة 90، تقريبا 35% من أهدافه. من جانب الترجي الرياضي التونسي أيضا النصف ساعة الأخيرة للمباراة أيضا يسجل فيها أكبر نسبة من الأهداف، معناها بين دقيقة 60 و 75 ودقيقة 75 ودقيقة 90. من جانب النجم الرياضي الساحلي
إذا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي معدل الأهداف المسجلة في كل مباراة، بالنسبة لمعدل الأهداف المسجلة في كل مباراة تقريبا معناها هدف، ومعناها 1.80 هدف في كل مباراة في لقائته على ميدانه، وهدف 50 بالنسبة للقائته خارج الميدان. ونذكره بالنسبة للنجم الساحلي هو ثاني أحسن خط هجوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. من جانب الترجي الرياضي التونسي معدل 2 أهداف على ميدانه، معدل 1.20 معناها بالنسبة لأهدافه المسجلة خارج الميدان إلى حدود الجولة الماضية، وهذه الإحصائيات الخاصة بالمعدل الأهداف المسجلة في كل مباراة، وكذلك نسبة الأهداف المسجلة معناها نقاط قوة الفريقين وقتاش أن يسجلوا أكثر أهداف إلى حدود الجولة الماضية، وأيضا فكرة بالنسبة للمشاهدين لنقاط قوة ونقاط ضعف الفريقين حسب الإحصائيات اللي حاليا في كرة القدم العصرية هامة للمتابعة، وأيضا إحصاء إمكانيات الفرق ونقاط قوتهم، كذلك نقاط الضعف، وإن شاء الله كذلك في الشوط الثاني نشاهد الأهداف اللي هي هامة في كرة القدم. وأول هجوم لحسان الحرباوي وحمدي النجاز، والتوزيع الأخيرة والكرة خارج الميدان، وكانت فرصة بقيادة حسان الحرباوي وستة أمتار. نشوفوا التوزيع من جوزيف يانيك نجانك، غازي عبد الرزاق، ومعه أيضا حسان الحرباوي، والكرة لصالح الحارس أيمن المثلوثي. من جديد الحوار الأخير والالتحام الأخير بين غازي عبد الرزاق وحسان الحرباوي، وملحقش على الكرة الأخيرة مهاجم الترجي. وستة أمتار للنجم الرياضي الساحلي. شفنا حوارات وسط الميدان الحسيني كوليبالي ومقابله فرانك كوم، أيضا حسين الراقد نفس المنهج التكتيكي، معناها حاولت منع المنافس من التدرج بالكرة، معناها من اللعب على نقاط قوته، وواضح أن كل فريق يسعى لحسم المباراة من جانبه. سيف الدين بن عكرمي، حسان الحرباوي، جوزيف يانيك نجانج، ثم الشعلالي ورامي البدوي وفرانك كام، عمار الجمل، سيف الدين بن عكرمي إلى جوزيف يانيك نجانج، يحاول يسيطر على الكرة الأخيرة لكن ما يلحقش المهاجم الكاميروني للترجي الرياضي التونسي اللي ما استرجعش نجاعته المعهودة منذ عودته من الاحتراف والتجربة في سويسرا في فريق سيون. قبلها كان يلعب كأس الأبطال وكذلك كأس العالم للأندية، وعلى ذكر كأس العالم للأندية زوز أندية تونسية اللي شاركت في كأس العالم للأندية هما النجم الرياضي الساحلي 2007 والترجي 2011. بغداد بونجاح ترك الأسبقية، وثم مروان تاج كجناح أيمن للنجم الرياضي الساحلي، يرجع لقدور بالشيلالي صنع الألعاب، ثم من جديد النجم الرياضي الساحلي بحوزة الكرة، وحسين الراقد في التغطية الأخيرة، وسيف الدين العاقل يخسرها، ومروان تاج في منطقة الجزاء وتصدم الكرة بالعربي جابر، ويتوغل مروان تاج، والكرة ترجع من دفاع الترجي الرياضي التونسي، والمخالفة لفوسيني كوليبالي الإيفواري. شوفوا مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي وفوسيني كوليبالي من جهة التماس، والكرة لحمدي النجاز، حسين الراقد، جوزيف يانيك جانج يلعب برشا بيفو كما يقال، معناه يدير ظهره إلى الدفاع، وثم معناه يمشي له مباشرة حمدي النجاز ولا رامي البدوي أو عمار جمل المهاجم الكامروني للترجي.
قدور بن جلالي مع حسين الراقد والمخالفة للجزائري. المخالفة للجزائري على ذكر الجزائر الكرة التونسية معناها الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فيها زوز لاعبين باش يكونوا مع المنتخب الخضر في التصفيات بقية اللقاءات، عبد المؤمن تجابو وبغداد بونجاح مع كريستيان بوركيف مدرب المنتخب الجزائري. شوفوا الحوار الأخير بين الحسيني كوليبالي وحمدي النقاز، أو بغداد بونجاح يخرج من مناطق الجزاء يتبع فيه العربي جابر والكرة لصالح النجم الساحلي عبر فرانكوم والإنذار، الإنذار للكامروني. إذن فرانكوم ينذر، التدخل من فرانكوم. شوفوا على فوسيني كوليبالي، الحوار الكامروني الإيفواري واضح الجست، معناها بالطبع يعاقب الحكم. التدخل الأخير من جانب فرانكوم كان تدخل قوي من جانب الكامروني على الإيفواري والإنذار للحكم الصدق السالمي. من جديد حسين الراقد إلى محمد علي اليعقوبي، ثم غازي عبد الرزاق كان الأول على الكرة لتفادي الهجوم الأخير، ويوسف المويهبي يربح التماس أمام أريسن أفول. غازي عبد الرزاق أريسن أفول دائما يتبع في يوسف المويهبي، كما وقت يوسف المويهبي يكون في وضعية دفاعية أمام الدولي الغاني في الأثناء يوسف المويهبي يربح المخالفة. كل تنقلات دقيقة، برشا حسابات في الوضعية الهجومية، في التمركز على الميدان، في استعمال نقاط القوة واستغلال نقاط ضعف المنافس بالنسبة للفريقين. يوسف المويهبي ومن جديد يبحث على المساحات، قدور بن جلالي أمامه مباشرة، حسين الراقد يرجع إلى يوسف المويهبي بعد أيضا لمس الكرة من بغداد بونجاح ومروان تاج وفرانك كوم. شوفوا الترجي يسعى لقطع الهجوم انطلاقا من منطقة متقدمة في وسط الميدان. يوسف المويهبي واضح اللاعبين اللي يعرفوا يستحوذوا على الكرة يتعاملوا بامتياز مع مثل هذه الوضعيات. رمي البدوي مروان تاج تجاوز الجدار الأول والجدار الثاني، يسعى لذلك النجم. شوفوا حسين الراقد أمام قدور بن جلالي وكذلك العربي جابر والأسبقية غازي عبد الرزاق، ثم مروان تاج إلى فرانك كوم. رامي البدوي عمار الجمل، فرانك كوم يمشي لحسيني كوليبالي ويسعى لاستغلال افتكاك الكرة الدارجة لتونسي عبر أحمد العكيشي والتصويب والحارس ممتاز أيمن المثلوثي على مستوى القائم الأول، خبرته تمكنوا من تجاوز التصويب الأخيرة لأحمد العكيشي، استعمل رجله اليسرى أمام عمار الجمل ونظل الصعيد وتفادى الكرة الأخيرة. حارس الخبرة أيمن المثلوثي متألق وفة إلى حذران حارس النجم الرياضي الساحلي بعد هجوم وحاولت اختتامه بتصويبة من أحمد العكيشي. غازي عبد الرزاق أمام محمد علي اليعقوبي اللي يقوم بالبريسينج في مناطق النجم الرياضي الساحلي والكرة للترجي الرياضي التونسي. معطيات أخرى تكتيكية بالمقارنة مع الشوط الأول، أكيد توسية مغايرة للفنيين فرانك كوم أريسون أفول. ومن جديد الترجي في محاولة هجومية وعمار جمل يقطع الكرة الأخيرة فرانك كوم. على ذاك أقحم اليوم المدرب فوزي البنزرتي لقوة هذا اللاعب في الديويل والحوارات واحد ضد واحد. يوسف المويهبي عكس الهجوم، ثم مروان تاج يطلب الكرة ويسعد كذلك حمدي النقاز. حمدي النقاز يتواقل حمدي النقاز فرصة النجم الرياضي الساحلي وفرصة كبيرة لأحداث الفارق
وتألق من جديد لمعاذ بن شريفية هذه المرة أمام يوسف المويبي. شفنا تدرج مدروس من نجم نادي الساحلي حمدي النكاز، كرة ممتازة ليوسف المويبي، التألق لحارس الترجي أمام الدولي السابق يوسف المويبي، كرة وتألق جديد لحارس الترجي أمام يوسف المويبي. كل فريق يبحث على الحسم. شفنا تألق أول لأيمن المثلوثي هذه المرة معاذ بن شريفية في تفادي هدف محقق لفريق جوهرة الساحل. مروان تاج واضح كل فريق يحب يسجل من خلال استغلال الوضعية الهجومية. حسن الحربوي شوف شكون يرجع للجانب الدفاعي للنجم مروان تاج. غازي عبد الرزاق يمشي للمحور مع الكرة الثابتة الأخيرة للنجم، وأريسون أفول يربح الحوار أمام يوسف المويبي. أريسون أفول وغازي عبد الرزاق يقص التواغل الأخير والتوزيعة الأخيرة للظهير الدولي للمنتخب الغاني حسين الراقد في الأثناء. يعني واضح تشوفوا النضج التكتيكي من جانب الفريقين، بعض اللاعبين يعوضوا زملائهم مع الحلول الهجومية. وقت الصعود لأريسون أفول حسين الراقد يمشي في التغطية. إذن بعد العشر دقائق الأولى للشوط الثاني شفنا كرة أولى من أحمد العكيشي أيمن المثلوثي بامتياز، في المقابل تواغل من حمدي النجاز، هدية ليوسف المويهبي وقراءة للكرة ويبعدها معاذ بن شريفية. مروان تاج قدور بن جلالي، قدور بن جلالي يوسف المويهبي، قدور بن جلالي فرانك كيوم، قدور بن جلالي غازي عبد الرزاق فرانك كوم، يوسف المويهبي من جديد. فرصة بفرصة إلى حد الآن، وقيمة النتيجة لمشوار الفريقين في البطولة. غازي عبد الرزاق حاول يفتح المساحات والثغرات. مروان تاج التمهيد والتمويه لبغداد بونشيح، يختار أيضا التمهيد بدوره إلى يوسف المويهبي. شوفوا نجانك، نجانك والمخالف. شوفوا قرار الحكم الصادق السالمي، هوات بشراوها برشا. عمار جمال يقول له ما ارتكبتش الهفوة على جوزيف يانيك نجانك، ورأي كان مخالف من جانب الحكم الصادق السالمي. حسان الحرباوي، حسان الحرباوي كرة في المحور لجوزيف يانيك نجانك، ثم الأولوية لمحور دفاع النجم مروان تاج. الكرة من جديد للترجي الرياضي التونسي غيلان الشعلالي. أريسون أفول، أريسون أفول التصويبة، والحارس أيمن المثلوثي. كما ثماش حلول في مناطق الجزاء ثم تصويبات من خارج مناطق الجزاء. شفنا أريسون أفول اللي ذكروا في الجولات الأولى للبطولة كان سجل أحد أجمل الأهداف ضد نادي الرياضي البنزرتي. حاجة باهية اللي لاحظت فيها في الشوط الثاني أنه العقلية واضحة متاع التسجيل متاع كل فريق يحب ينتصر اليوم في لقاء الملعب الأولمبي برادس. وكل فريق على كل مدرب لعب بأبرز الوجوه الهجومية طبعا في التسجيل وكذلك الانتصار. وصلت المشوار للنجم الرياضي الساحلي والترجي لتدارك النقاط اللي خسرها مع انطلاق الموسم. بالنسبة لبطل الموسم الفرد اللي يلعب اليوم ضد صاحب كأس الموسم الفرد، وثنائي إن شاء الله باش يمثلوا تونس في مختلف المسابقات الإفريقية إن شاء الله بعد الكان، إذا بالطبع تمت سنة 2015 والجواب إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل. التوسيع من العربي جابر، ثم رامي البدوي، سيف الدين بن عكرمي، من حسيقة المدرب خالد بن يحيى اللاعب السابق للنادي الفريقي مكان الشيموس الفرد في التركيبة الأساسية للمدرب ود كرون، وكذلك حتى فرسيد البشري والمخالفة، المخالفة لصالح الترجي الرياضي
الكاس. واضح انه الشوط الثاني بصفه مغايره، معناها الشوط الاول وغايه الفريقين الفوز ولا شيء غير الفوز، وتركيز كلي على المباراة والبحث على الانتصار، وزوج فرق يعرفوا بعضهم برشا والجوانب التكتيكية طاغية برشا، مع وجود كذلك مدربين خالد بن يحيى وفوزي البنزرتي يوليو اهتمام كبير وحسابات كبيرة من الجوانب التكتيكية. كرة ثابتة للترجي الرياضي التونسي في هذا الربع ساعة الأول للشوط الثاني، نتابع والركنية. الركنية للترجي الرياضي التونسي، دورة دفاعي ليوسف المويبي، شفناه لاعب كبير في المستقبل الرياضي بالمرسى والنادي الإفريقي قبل إصابته في الأربطة المتقاطعة، واسترجع كامل إمكانياته على مستوى القائم الأول. الكرة الأخيرة وركنية جديدة لصالح الترجي الرياضي التونسي، تركيز الترجي هذه المرة على كرات على مستوى القائم الأول لأحمد العكيشي. ربما الترجي جرب عديد الوضعيات في التمارين بالنسبة للتركيز على الكرات الثابتة على مستوى القائم الأول، ونتابع في حوارات مناطق الجزاء. إذن تنفيذ الركنية هذه المرة من حسين الحرباوي، يركز على مستوى القائم الأول والنجم يبعد في الكرة، ومباشرة الحارس أيمن المثلوثي، ثابت أيمن المثلوثي، شوفوا حارس النجم الساحلي، حارس الخبرة ثابت في الكرة الأخيرة أمام هجوم الترجي الرياضي التونسي. منو في بعض الجولات كان متغيب، وأيمن بن أيوب كان أساسي في آخر مباراة في رادس في سبتمبر 2013، ما كانش في التشكيلة، كان أيمن بن أيوب. النجم الساحلي بغداد بونجاح، الكرة ما توصلش ليوسف المويبي، قدور بن جلالي يخسر الهجوم الأخير، وفرانك كوم والإصابة والتدخل على أريسون أفول. إذن فرانك كوم اللي منذر منذ قليل بعد تدخل على فوسيني كوليبالي، كان تدخل أمام أريسون أفول، وإصابة للدولي الغاني أمام الدولي الكامروني، واضح التدخل الأخير. شوفوا أريسون أفول ومطالبة من لاعبي الترجي بانذار ضد فرانك كوم والتدخل الاخير امام مدافع الترجي الرياضي التونسي، روح رياضيه بالنسبه لفرانك كوم، ومخالفه لصالح الترجي الرياضي التونسي، كان نقاش بين لاعبي الترجي والحكم، والكره باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي من خلال مخالفة مرتكبة في مناسبة أولى أمام فوسيني كوليبالي، وفي مناسبة ثانية أمام أريسون أفول. العربي جابر إلى غازي عبد الرزاق إلى فرانك كوم، سيف الدين بن عكرمي، فرانك كوم، غازي عبد الرزاق، ثم يوسف المويهبي، غازي عبد الرزاق، ثم غيلان الشعليلي وأحمد العكيشي، أحمد العكيشي، جوزيف يانيك نجان، ثم حسين الحرباوي، والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، وأبعاد الكرة من مناطق الجزاء من فرانك كوم. نزال السعيد مروان تاج، كان هجوم من جانب الترجي الرياضي التونسي، وحسين الحرباوي كان في حوار مع الحارس أيمن المثلوثي. ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي مع تقدم وقت المباراة، رغبة ملحة من الجانبين في التسجيل، وأيضا أشاهد في هيثم الجويني سيتم إقحامه في اللقاء بعد قليل من جانب الترجي الرياضي التونسي، جوزيف يانيك نجانك.
حسين الحربوي، حسين الحربوي في مناطق الجزاء، والكرة لصالح رامي البدوي. رامي البدوي مروان تاش البحث على الحلول من نزال السعيد وبغداد بونشاح. بغداد بونشاح إلى مروان تاج، لكن قبله حسين الرقد. محمد علي اليعقوبي، أريسون أفول. بغداد بونشاح اللي يرجع لوسط الميدان باش يسترجع الكرة، هذه المرة المخالفة لأحمد العكيش ضد الظهير الأيسر غازي عبد الرزاق. شوفوا الحوارات بين أحمد العكيشي وظهير الأيسر غازي عبد الرزاق في الأثناء. حمدي النقاس يرجع الكرة فوسيني كوليبالي سيف الدين بن عكرمي. غيلان الشعلي لمحمد علي اليعقوبي، أريسون أفول. من جديد الترجي في مناطقه لبناء هجوم انطلاقا من العربي جابر، فوسيني كوليبالي العربي جابر، ثم حمدي النقاز قبل حسان الحربوي. الرمي البدوي، احمد العكيشي وغازي عبد الرزاق، واحمد العكيشي، احمد العكيشي والابعاد الكره من عمار جمل. عمار جمل خبرس المواعيد الكبيره، يحاول عدم ترك احمد العكيشي في المحاولات الفنيه. إذن واضح ما ثم حتى شيء حسب رأيي بالنسبة للكرة الأخيرة. حسان الحربوي وتلبى اللعب بالنسبة للحكم الصادق السلمي. شوفوا حسان الحربوي ومس الكرة الأخيرة، الحارس أيمن المثلوثي يبعد الكرة من مناطق الجزاء. واضح حوارات منتظرة ديما بالنسبة لمنطقة جزاء الفريقين، أنه المهاجمين يحاولوا تجاوز الحارس. شفنا منذ قليل عمر جمل أيضا مع أحمد العكيشي، حسان الحربوي مع حمدي النقاز، والتماس للترجي الرياضي التونسي ومهدي سعادة بعد قليل باش ياخذوا مكانه في التشكيلة الأساسية. شوفوا التغيير، قدور بن جيلالي الجزائري، قدور بن جيلالي الجزائري يغادر الميدان، والمهدي سعادة لاعب واعد كذلك لاعب سابق في الاتحاد الرياضي المناسيري ياخذ مكانه في التشكيلة. ترجي حسب رأي دريس المحيرسي أو هيثم أجويني يقوم بالحركات التسخينية. فرانك كوم، حسين الريغت، والمخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي. النجم كان حقق انتصارات ثمينة خارج الميدان من شبيبة القيروان من قوافل قفصة، واخر مباراة كانت هزيمة في بنزرت 2-1. الترجي آخر اللقاءات الفوز على النجم المتلوي والتعادل هدفين مقابل هدفين أمام فريق الملعب التونسي. إذن هيثم جويني ينتظر إقحامه في التشكيلة بعد قليل. عمار الجمل مع جوزيف يانيك نجانغ وأحمد العكيشي، والتماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. شفنا كما قلت الحوارات متواصلة بين عمار الجمل وجوزيف يانيك نجانغ، أيضا غازي عبد الرزاق مع أحمد العكيشي من الجهة اليسرى. المهدي سعادة يخذ مكانه في التشكيلة، مروان تاج، عمار جمل. عمار الجمل تجربة في يونغ بويز دو بيرن، كذلك في كيلن في ألمانيا خاصة تجربة خليجية. حمدي النقاز على مستوى القائمة الثاني، وفرصة كبيرة للنجم الرياضي الساحلي. وين كان موجود بغداد بونجاح؟ بغداد بونجاح حاول وضع الكرة كروازي كما يقال بالنسبة للغة كرة القدم. نشوفوا التصويبة الرأسية، حاول وضع الكرة على مستوى القائمة الثاني، ووضعية سانحة للنجم الرياضي الساحلي هذه المرة. التصويبة الرأسية لبغداد بونجاح
أمام مرمى الترجي. إذن لسعد الجزيري المدرب فوزي البنزرتي سيقحم. لسعد الجزيري شوفوا إعادة من جديد للتصويبة الرأسية من بغداد بونجاح. إذن أحمد العكيشي نفس الوضعية يغادر الميدان هيثم الجويني مكانه. النجم الرياضي الساحلي يوسف المويهبي يغادر الميدان ولسعد الجزيري جناح وتقريبا كمهاجم الى جانب بغداد بونجاح. هذه القراءات للزوز مدربين الترجي في الهجوم والحارس ايمن المثلوثي والهدف الاول الترجي الرياضي التونسي. يخسر الكرة حارس النجم الساحلي وغيلان الشعلالي يتمكن من التسجيل واستغلال الهفوة من حارس النجم الرياضي الساحلي رغم تألقه منذ قليل في عديد الوضعيات الهجومية. كرة فلتها حارس النجم وغيلان الشعلالي يتمكن من إحداث الفارق للترجي الرياضي التونسي في العشرين دقيقة الأخيرة للفترة الثانية. نشوفوا التوزيع من حسين الحربوي الحارس أيمن المثلوثي. الكرة تمشي مباشرة لغيلان الشعلالي ليحدث الفارق للترجي التونسي بعد كرة كانت في دين الحارس أيمن المثلوثي ومباشرة الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد فرص من جانب الفريقين. مع انطلاق الشوط الثاني كرة أولى لأحمد العكيشي وكرة ثانية ليوسف المويبي. هذه المرة غيلان الشعلالي لاعب الشاب يستغل الكرة الأخيرة في مناطق الجزاء ويحدث الفارق للترجي الرياضي التونسي وأول هدف في هذه المباراة. قلت عادة ما نشوف أهداف في لقاءات رادس بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. ترويض الكرة من إذا السعيد من جديد المحاولات للنجم الرياضي الساحلي من غازي عبد الرزاق لبغداد بونجاح. بغداد بونجاح والإبعاد الكرة من العربي جابر فرصة كبيرة للنجم الرياضي الساحلي للتعديل بعد كرة أخرى صنعها بغداد بونجاح في مناطق الترجي الرياضي التونسي. كانت كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي ودفاع الترجي يتدخل أمام الدولي الجزائري بغداد بونجاح. عكس الهجوم للترجي وإصابة أكيد ثم إعادة للفرصة أكيد باش نشوفوها بعد قليل. الفرصة اللي أتيحت للنجم الرياضي الساحلي شوفوا المهدي سعادة ثم بغداد بونجاح والعربي جابر في التدخل الأخير. المهدي سعادة بغداد بونجاح ثم سيف الدين بن عكرمي والعربي جابر في تفادي هدف التعادل لهدف البطولة حاليا بغداد بونجاح. وبعد قليل تغيير آخر في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي. إقحام إدريس المحيرسي كانت كرة في اتجاه الحارس أيمن المثلوثي ترجع أمام غيلان الشعلالي وغيلان الشعلالي ملقى على أرضية الميدان. وقلت مثل هذه اللقاءات تحسم في وضعيات معناها دقيقة تحسم بمجهود فردي بكرة ثابتة. إلى حد الآن هدف في هذه المباراة بعد فرص واضحة في الشوط الأول من الجانبين كذلك فرص مع انطلاق الشوط الثاني من جانب الترجي والنجم الرياضي الساحلي. شفنا هدف غيلان الشعلالي في المقابل فرصة كبيرة صنعها كل من المهدي سعادة وبغداد بونجاح لكن الكرة الأخيرة بعدها العربي جابر
كان بإمكان النجم التعديل. إذن 6 أمتار للترجي، وادريس المحيرسي باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. عمار جمل، غازي عبد الرزاق، كرة للنجم الرياضي الساحلي. واضح مسعى النجم للتعديل بعد الكرة الأخيرة من بغداد بونجاح. المدرب خالد بن يحيى في المقابل أقحم هيثم الجويني، مكان أحمد العكيشي، أيمن المثلوثي، رامي البدوي. ربع ساعة أخير المشوق هنا في الملعب الأولمبي بيرادس في حوار الناديين العريقين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. أيمن المثلوثي، فرانك كيوم، رامي البدوي، أيمن المثلوثي، بغداد بونجاح وقبل العربي جابر، فرانك كيوم في وسط الميدان، مروان داش. ترجع الكرة للكامروني، كان حاضر مع المنتخب الكاميروني 2011 في كأس أفريقيا للأصغر. حسان الحربوي، حسان الحربوي وغازي عبد الرزاق، ممتاز ظهير النجم الرياضي الساحلي في قطع التوغل الأخير لجناح الترجي الرياضي التونسي. الدورة الدفاعي لمدافع النجم الرياضي الساحلي. روح رياضية بين بغداد بونجاح ومحمد علي اليعقوبي. واضح الترجي يلعب على الثغرات في مناطق المنافس، والنجم يلعب أيضا على الحلول بغداد بونجاح عبر الأسعد الجزيري وأيضا المهدي سعادة. وحسان الحربوي يغادر الميدان، نفس الخطة نفس التمركز من جانب دريس المحيرسي. دريس المحيرسي أيضا الموسم الفارط لم يكن أساسي، ما عندوش برشا وقت لعب، إعادة من جديد للهدف الوحيد المسجل إلى حد الآن من غيلان الشعلالي من جانب الترجي الرياضي التونسي. واختيارات أخرى للمدرب خالد بن يحيى فيما تبقى من وقت المباراة. حمدي النجاز، فرانك كوم، رامي البدوي قبل جوزيف يانيك نجانك، ومن جديد المدافع الدولي للنجم الرياضي الساحلي في الكرة الأخيرة. بعد قليل نشاهد أيضا في سفيان موسى، واضح مهاجم تقريبا أيضا من لاعبين الممتازين منطقة 18 متر، نفس خصال بغداد بونجاح. رامي البدوي المخالفة للدولي للنجم الرياضي الساحلي وضد الكامروني. واضح الحل بالنسبة للمدرب فوزي البنزرتي، قلب هجوم محوري آخر بغداد بونجاح، محمد علي اليعقوبي، أريسون أفول، فرانك كوم، نضال السعيد، غازي عبد الرزاق، لسعد الجزيري، لسعد الجزيري مع حسين الراقد، لسعد الجزيري، لسعد الجزيري، المهدي سعادة، مهدي سعادة، التوزيع لبغداد بونجاح والكرة خارج الميدان. واضح كان توغل سليم والاختتام بتوزيعة قوية على قلب هجوم النجم الرياضي الساحلي. هاو التغيير حاليا في النجم الرياضي الساحلي، وإعادة من جديد للكرة الأخيرة طويلة على بغداد بونجاح. مروان تاج يغادر الميدان، وسفيان موسى ياخو مكانه، اللاعب القادم من المستقبل الرياضي بالمرسى، لاعب كذلك نجم يختتم مجهودات زملائه في مناطق 18 متر. حمدي النجاز، بغداد بونجاح، والركنية لتشكيلة المدرب فوزي البنزرتي، وتدخل من العربي جابر. شوفوا العربي جابر في التغطية الأخيرة الدفاعية أمام قلب هجوم النجم، وكرة ثابتة بالطبع إن شاء الله في قادم المواعيد تكون معناها عدد الجماهير اللي مؤهلة للحضور أكثر، باعتبار أنه مثل هذه لقاءات عرس كروي يعتبر، و
ننتظر في تنفيذ الركنية مع صعود لاعب أيضا يحذق التصويبات الرأسية عمار الجمل والمهدي سعادة في تنفيذ الركنية من جانب النجم الرياضي الساحلي. ثم إدريس المحيرسي، إدريس المحيرسي، غيلان الشعليلي والمهدي سعادة. مهدي سعادة يسترجع الكرة بنجاح في وسط الميدان. فرانك كوم، فرانك كوم، الرامي البدوي، فوزي البنزرتي وخالد بن يحيى. والحوار التكتيكي اليوم بامتياز بين المدربين من خلال الاختيارات، طريقة اللعب، التعامل مع المباراة. حمدي النجاز ويباعد الكرة، إدريس المحيرسي أمام الظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي جوزيف يانيك نجانغ، لكن ثم فرانك كوم اللي يقعد قريب من وسط الميدان مع العمليات الهجومية للنجم. كذلك بحذاه نضال سعيد، المهدي سعادة، غازي عبد الرزاق، المهدي سعادة، التوزيع لبغداد بونجاح إلى الأسعد الجزيري والحارس معز بن شريفية، معز بن شريفية، ثم سفيان موسى، سفيان موسى في الحوار الأخير مع حارس الترجي الرياضي التونسي، ورفع رجل من جانب سفيان موسى في التدخل الأخير أمام حارس الترجي، وكان حاول استغلال الكرة القصيرة الأخيرة سفيان موسى من جانب النجم حسين الراقد. سفيان موسى، بغداد بونجاح، قلت هذا اللاعب يحسن استغلال الوضعيات والتمركز في مناطق المنافس. بغداد بونجاح، بغداد بونجاح، وستة أمتار، ستة أمتار للترجي، يختار أكثر حيطة دفاعية المدرب خالد بن يحيى. شوفوا محمد علي اليعقوبي وبغداد بونجاح، وآخر من مس الكرة مهاجم النجم الرياضي الساحلي. إذن التغيير، شمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي أمام صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن في هذه المباراة. غيلان الشعليلي يغادر الميدان. شوفوا كرة الهدف من جانب الترجي الرياضي التونسي، ولعب الشاب الشعليلي يغادر الميدان، ومهاجم متوسط ميدان هجومي تقريبا يخرج، ومدافع محوري أكيد للتصدي للتوزيعات العرضية من جانب النجم. واليوم اختيارات خالد بن يحيى، محمد علي اليعقوبي مع العربي جابر، غازي عبد الرزاق، نضال سعيد، حمدي النجاز، مهدي سعادة أمام حسيني كوليبالي، هيثم الجويني، حسين الراقد، هيثم الجويني يتم استدعائه من جانب المدرب جورج ليكانس باش يدخل غدا في التربص الخاص بمباراة جابورون وبوتسوانا المقررة ليوم الجمعة المقبل، ورحلة طويلة ومضنية للمنتخب التونسي شلالا تثنيه على العودة بالتأهل قبل اللقاء الأخير أمام المنتخب المصري. إذن أسبقية الترجي والمحاولات للنجم الرياضي الساحلي، بغداد بونجاح، ثم المهدي سعادة إلى سفيان موسى، والتغطية من جانب العربي جابر، الأسعد الجزيري، وستة أمتار للترجي الرياضي التونسي. تلقام حاليا في محور دفاع الترجي مع العربي جابر وشمس الدين الذوادي والحارس معز بن شريفية. زوز حراس غدا يكونوا في التربص الخاص بالمنتخب التونسي، أيمن المثلوثي ومعز بن شريفية، و
اكيد ان شاء الله المنتخب التونسي يكون في الكيان المقبل، و اكيد المدرب ليكانس معناها سيختبر، وكذلك في قادم المواعيد يستطيع اكثر اللاعبين الرابطه المحترفه الاولى، وواضح الحوافز التالق في البطوله اذا ما كان في المنتخب الوطني الاول. شوفوا رامي البدوي يقطع الكره الاخيره شكل اليوم المحور مع عمار الجمل، كان مثلا زياد بوغطاس اساسي، واكيد منذ بدايه الاسبوع المدرب فوزي بن زرتي كان حاضر، وايضا نفسانيا خاصه عمار الجمل اللي كان في فتره من الفترات يشكو من وقت اللعب واسترجع كامل امكانياته. بغداد بونجاح امام حسيني كوليبالي الايفواري القادم للاتحاد الرياضي المونستيري، وايضا دريس المحيسي في البريس على المنافس فرانك كوم. بعيد حاليا بغداد بونجاح على مناطق الجزاء سفيان موسى وشمس الدين الذوادي في قطع العملية الثنائية بين ثنائي النجم الرياضي الساحلي هيثم جويني تقريبا كظهير أيمن، أريسون أفول في استغلال المساحات من جانب الترجي، ودائما يلعب تقريبا كبيفو بالنسبة لجوزيف يانيك نجانك أمام دفاع النجم الرياضي الساحلي، حاول إيجاد الحلول إدريس المحيرسي فرانك كوم سفيان موسى. نعيش الدقائق الأخيرة، المهدي سعادة، مهدي سعادة، توزيع من المهدي سعادة العربي جابر، ثم فوسيني كوليبالي. شوفوا النجم يدور الكرة يمشي للأروقة، ودائما المسعى البحث على المنافذ للدولي الجزائري الجديد بغداد بونجاح. كده الأماكن غالية في المنتخب الجزائري أمام سلام السليماني وهلال السوداني خاصة. تبقى الكرة للنجم عبر مهدي سعادة، نضال السعيد، نضال سعيد سفيان موسى، المهدي سعادة، المهدي سعادة، التوزيعة لبغداد بونجاح، بغداد بونجاح، بغداد بونجاح وحمدي النجاز والركنية. العملية الفنية ممتازة والتصويبة من حمدي النجاز في منطقة الجزاء، وشوفوا التغطية، شوفوا لسعد الجزيري، العملية الفنية من لسعد الجزيري، ممتاز لسعد الجزيري في منطقة الجزاء بعملية فنية بالقدم خارج حمدي النجاز. وشمس الدين الذوادي تواجد دقيق وسليم في التغطية على الكرة الأخيرة، بغداد بونجاح، شمس الدين الذوادي حاول يخرج بغداد بونجاح ويجد الحلول لزملائه كما شفنا في الكرة الأخيرة. أكيد عملية فنية تذكر من الأسعد الجزيري في مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي أمام كوكب من لاعبي من متوسطي ميدان ومدافعي الترجي. نجم يلقى في صعوبات لإيجاد المساحات والحلول في مناطق الجزاء، حمدي النجاز، المهدي سعادة، والتماس فوزي البنزرتي. نهائي كأس العالم الأندية أمام بايرن ميونخ، وما أدراك، أكيد اكتسب منها الخبرة في حواره مع المدرب غوارديولا فوزي البنزرتي، لكن دائما يحب التدريب ودائما يرجع للأندية الكبيرة ويدربها. شوفوا المحاولة من فوسيني كوليبالي وعمار جمل ورامي البدوي ودريس المحيرسي، لكن الكرة تمشي للمنافس فرانك كام، المهدي سعادة أمام حسين الريكت. الدقائق الأخيرة نجم يسعى للتعديل والترجي يسعى للمحافظة والبحث على الهجمات المعاكسة ليحدث الخطر أمام مرمى الحارس أيمن المثلوثي. شوفوا غازي عبد الرزاق بعد كرة راجعة من محمد علي اليعقوبي، و
الكره من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي وروح رياضيه بين بغداد بونجيح ودريس المحينسي، وهذا المهم في لقاءات الفريقين واللاعبين يعطيو المثال الكومبورتمون على الميدان خاصه والمخالفه لصالح الترجي محمد علي يعقوبي وبغداد بونجيح اللاعب السابق لاتحاد الحراش، محمد علي يعقوبي اللاعب السابق للافريقي في بعض اللقاءات ما كانش اساسي، ما كانش في حسابات المدرب خالد بن يحيى، وهو الاحصائيات الخاصه بهذه المباراه اكيد متابعه خاصه في الاحد الرياضي بالنسبه لهذه المباراه وكلاسيكو البطوله وانعكاسات النتيجه بالنسبه لوضعيه الفريقين وتوزيع مباشره للظهير الايمن للنجم الساحلي حمدي النجاز، الرامي البدوي، نضال السعيد. شوفوا الصعود لعمر جمل، عمر جمل واضح في الدقائق الاخيره باش يولي مهاجم الى جانب سفيان موسى وكذلك بغداد بونجيح. المهدي سعد الاسعد الجزيل يطلق الكره لكن كره الى سفيان موسى وشمس الدين الذوادي، قلت خطير في تغيير وجهه الكره، واضح سفيان موسى وشمس الدين الذوادي، الحوار بين مهاجمي النجم ومدافعي الترجي الرياضي التونسي من خلال الكرات الاخيره، والضغط حاليا للنجم في الثواني الاخيره للوقت القانوني وانتظار الوقت البديل المقدر باربع دقائق، واضح من خلال التغييرات والاصابات على الميدان. المهدي سعاده على مستوى المحور والحارس معز بن شريفي، معز بن شريفي اختار مثل هذه الكرات، اي تغيير الكره يكون ما قالها الشباك. شوفوا داخل الرجل اليسرى لمهدي سعاده، ثم سفيان موسى حاول اقتناص الكره قبل وصولها لحارس الترجي الرياضي التونسي دريس المحيرسي، دريس المحيرسي والمحاولات من هيثم الجويني والركنيه لصالح الترجي الرياضي التونسي. غازي عبد الرزاق، شوفوا العمل الكبير في وضعيه يحاول معاضده الهجوم البحث على التعديل واكيد يسعى كذلك لتجاوز بتبع الثغرات النجم يلقاها الترجي مع صعود اغلب لاعبي النجم املا في تعديل النتيجه. متابعه الركنيه للترجي دريس المحيرسي، الاسعد الجزيري في وضعيه دفاعيه لمهاجم النجم الساحلي للاصابات ما خلتوش يستقر على مستوى العطاء، لاعب واعد عنده مهارات فنيه، لاعب هام بالنسبه لمستقبل النجم الساحلي. الكره لصالح حسيني كوليبالي كذلك سيف الدين بن عكرمي جوزيف يانيك جانغ، لكن رامي البدوي الاول على الكره امام الكاميرون حمدي النجاز فرانكوم التماس لفريق جوهرة الساحل. نذكروا بالنسبة للوضعية الخاصة بالفريقين، شوفوا الحكم صدق السلمي ينظر، غازي عبد الرزاق وإصابة من جانب جوزيف يانيك نجانك. إذن واضح في كل المباريات يجب بتبع شذب مثل هذه الأهازيج وبتبع باش تكون الروح الرياضيه في الملاعب التونسيه تكون سائده مهما كانت وضعيه الفريقين ومهما كان معناها نتيجه المباريات. يجب احترام كل الانديه في كل الملاعب التونسيه وتفادي الاهزيج اللي متمت حتى بصيله الى الرياضه. الكره لشمس الدين الذوادي ثم المحاوله من سفيان موسى لكن هو اللي لمس الكره الاخيره وصدق السلمي. قلت بعد مباراه النادي الافريقي نادي حمام الانف يدير مباراه قمه اليوم، مباراه صعيبه حتى بالنسبه للحكم والانذار، الانذار لحارس الترجي الرياضي التونسي واضح
يجب احترام الوقت ارجاع الكرة وصدق سامي ينظر حارس الترجي الرياضي التونسي الثواني الأخيرة للوقت البديل بعد الكرة من معز بن شريفية هيثم الجويني نجانج أمام غازي عبد الرزاق جوزيف يانيك نجانج الأولوية لمدافع النجم غازي عبد الرزاق أريسون أفول أريسون أفول حسيني كوليبالي نضال سعيد سفيان موسى والمحاولة من الترجي ثم رامي البدوي رامي البدوي أريسون أفول والمخالفة لسعد الجزيري ومتوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي نضال سعيد نضال سعيد حمدي النجاز أمام إدريس المحيرسي حمدي النجاز إدريس المحيرسي وحمدي النجاز والحوار المتواصل والإشارة بوجود مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي قلت الوضعيات في ترتيب قبل هذه المباراة 7 انتصارات للنجم تعادل وهزيمة الترجي 3 انتصارات 4 تعادلات وهزيمتين والكرة باش ترجع بمخالفة في مناطق الترجي الرياضي التونسي وتلبى النقالة بالنسبة للإسعافات من جانب الحكم الصادق السالمي للظهير الأيسر للترجي سيف الدين بن عكربي بعد هذه المباراة وبعد لقاءات الجولة متاع اليوم البطولة باش ترتاح جمعتين والرجوع في نهاية شهر نوفمبر المقبل وواضح إن شاء الله في حالة التأهل كان نهاية المرحلة الأولى في ديسمبر وإن شاء الله فسح المجالس عدد المنتخب التونسي لكن هذا يمر عبر التعادل في بوتسوانا الثواني الأخيرة هنا في لقاء القمة الكلاسيكو الموسمي بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي أسبقية غيلان الشعلالي إلى حد الآن للترجي الرياضي التونسي تنفيذ المخالفة من معز بن شريفية ثم حمدي النجاز أمام هيثم الجويني اللاعب اللي تم استدعائه للمنتخب التونسي ثم الكرة باش ترجع لصالح الترجي الرياضي التونسي والتماس من سيف الدين بن عكرمي نتابع آخر الثواني واضح أنه كثما وقت ضايع في الوقت البديل الحكم يحتسب يعني منطقي جدا أنه إذا ثم وقت ضايع في الوقت البديل يحتسب الوقت الضايع في الوقت البديل حكم الصدق السلمي إذن المخالفة لرامي البدوي توزيعة طويلة لسفيان موسى وثم أريسون أفول وبغداد بنجاح يصر بغداد بنجاح ويمشي له ويبعد الكرة شمس الدين الذوادي ونهاية المباراة هدف مقابل صفر لصالح الترجي أمام النجم الساحلي في لقاء تقليدي ميز هذه الجولة 10 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي وواضح أنه يجب تفادي مثل هذه التشنجات بين لاعبي الفريقين والنتيجة بتبع ما عندها حتى قيمة زائلة والمهم أنه ما زالت البطولة عبد الرحمن الفريقين مباشرة أمير الزيتوني عبد الرحمن شكرا لك معي رضا جدي المدرب المساعد للنجم الرياضي الساحلي سي رضا يظهر لي لقاءة الكلاسيكو مرة أخرى تقول لنا ما نعترفش بالأحكام المسابقة هزيمة اليوم تلعبت على جزئيات صغيرة لكن ما ريناش الإتوال كما العادة الفيفاسيتين تاع الإتوال وين؟ لا مش صحيح مش ما ريناش الإتوال الإتوال لعبت اليوم وكان فما مردود طيب لكن هزيمة اليوم في الجولة 10 أبريتو راهو شامبيونا أتونسيون المردود يلزمنا نعرفوا لكون مازالت الشامبيونا طويلة سوني با ماتش كيما هذايا باش يحد من العزيمة تاعنا مازال عندنا مشوار طويل وإحنا نفكروا على مدى طويل عندنا مشوار مازال لاباس به من خلال الجولات القادمة وتأكد أنه النجم إن شاء الله ماشي في طريق صحيح صحيح عثر اليوم هزيمة لكن بحول الله ندركوها في القريب العاجل بأحسن ما يكون شكرا لك سيريزا في انتظار التجويب من الترجي الرياضي التونسي أمير واضح أنه بطبعا ما يلزمش تسمعوا الهشيز الخاصة
بمعنى جرح الفريق المنافس، احترام الفريق المنافس واحترام بتبع كل أطراف اللقاءات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. واضح أنه أمير الزيتوني أكيد في انتظار لاعب من جانب الترجي الرياضي التونسي، والنتيجة الحالية هدف مقابل صفر لصالح الترجي، وأنها النتيجة النهائية لهذه المباراة. وما زالوا بتبع بقية لقاءات مرحلة الذهاب وكذلك المرحلة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وشفنا منذ قليل مدرب المساعد للنجم الرياضي الساحلي مباشرة الإطار الفني للترجي. شكرا لك عبد الرحمن. معايا خالد بن يحيى. سي خالد، يظهر لي جات مقابلة كبيرة في ظروف صعيبة شوية لإسبيرونس، الناس خالت مش في وقتها والناس خالت ممكن تكون فرصه باش نشوفوا رياكسيون كبيره من جواريك، ويظل لي هذا اللي حصل. اللي حصل خلي نقول لك حاجه مهمه برشا في البريود هذه، اللي عمل الديفيرنس اليوم وانا مش في العاده ديما نقول، اللي عمل الديفيرنس هو الببليك، معناها الجمهور، البريزونس تاع الجمهور نتاعنا. اليوم انا ملي دخلت على البنك نسمع فيه، معناها يدس فينا بالكدا، معناها حمسنا برشا جمهورنا، وفريمون 3 بوان معناها عنده ميريت كبير برشا. بعد خنقول لك معناها اون توت اوبجيكتيفيتي، اسكو معناها الجروب نتاعنا، الجروب نتاعنا بون جروب، معناها عندي دي جوار دو كاليتي. مالوريزمون جات بريود معناها رخينا الاسباب عده، لكن اللي حكيت انا وياهم اليوم ندو بروفي، قلت لهم اللي احنا معناها ايكيب كونكيرونت وايكيب قويه، وفويتر معناها بارفوا فما دي ماتش ودوتيتر معناها فوتيتر معناها جينيرو. ونعتقد اليوم معناها الريزولتا معناها النتيجه هذه الايجابيه اللي عملنا فيها كل شيء، انا تي معناها بيان ريغروبي في الاخر سو البلون ديفونسيف، وقت اللي لزمنا معنا اتاكي ونا اتاكي ونا كري معناها دي زوكازيون دو بوت. سيتي ان ماتش كومبليكي ضد ليتوال، ان غران كلوب، معناها مورال وبالكدا. دونك نعتقد اللي ولادنا قدموا مقابله طيبه برشا. خالد، الحديث عن المستقبل، تنجم تكون هذه الانطلاقه الحقيقيه نتاع الاسبيرونس مع خالد بن يحيى في الشامبيونان نتاع السنه؟ بون خاطر توا رابح، اما معناها لي ريزولتا نتاعنا شويه انتم هولتوهم، ماهمش سي معناها خايبين كيما انتم تصوروا. احنا اون الترني لو بون و الموان بون، بون ماتش المرسى هو الحق اللي قلق، هذا مش ديكولاج، هذا سي يلزم الاولاد يدخلوا في المنطق نتاعهم هما، سون دي 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 جوار دو كاليتي، يلزمهم يتعلموا يربحوا. بارك الله. شكرا لك خالد. كان هذا خالد بن يحيى. فقط معنا، نرجع لك الكلمه عبد الرحمن. كذلك كبير، يلقى في مواعيد اخرى مع الرابطه المحترفه الاولى، دائما على الوطنيه للقاء.